بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنبتدي ناخد الحالة التانية في الانوتيت اهو، اللي هو احنا خلصنا الالاين واللينير. النهاردة هناخد الانجولر والريجيال والدايميتر والاركلينس. الريجيال طبعا احنا لما الريجيال اللي هو الزاوية او كده، لما انا باجي اهو واقول له وول واجي ارسم وول بهذا الشكل كده اهو، نقرب شويه كده وبعدين نعمل كده اهو وبعدين نعمل كده اهو بهذا الشكل، وعايز اجيب الانوتيت بتاعها بالانجولر بتاعها، هعمل اقول له موديفاي مرتين، وبعدين اجي عند الانوتيت، ومن الانوتيت هاجي هنا عند الانجولر. اول ما ادوس على الانجولر بيظهر لي طبعا الاوبشن بار، مفيش غير ايه الوول سنتر. طبعا هنا الوول سنتر يقصد بيه ايه؟ يقصد بيه ان انت هتقيس من الوول سنتر للوول سنتر، يعني هاخد من هنا لغايه هنا اهو، هيروح جايب لي الايه؟ الزاويه بتاعتي. لو جيت هنا قلت له وول فيس نفس الحكايه، هيبقى من هنا مثلا او من هنا لغايه هنا اهو، هيديني الايه؟ الانجلر بتاعي. دي ما فيهاش اي عقبه. بعد كده هناخد تاني حاجه اللي هو الرجل. الرجل طبعا انا لما بكون عندي وول مثلا، وجينا رسمنا وول كده بهذا الشكل، وجيت عملت له وول كده اهوت، وقلنا ارك بهذا الشكل كده اهو، وبعد كده عايز ان انا اجيب الانوتيت بتاعه دايمنشن، طبعا هقول له ايه؟ هقول له رجل. لما ادوس على رجل برده بيقول لي ايه؟ وول فيس، يعني تقيس منين؟ من الوول فيس. في حاجه عند الوول فيس كده اهو، واجي هنا واظبط، هيروح جايب لي الايه؟ الريجيال بتاعي. او لو رسمت وول دايره كده اهو بهذا الشكل تمام، وبعدين جيت قلت له انوتيت انوتيت اهو بهذا الشكل، وقلت له ريجيال، هاجي من عند الوول فيس برضه هعمل كده، هيديني الايه؟ الريجل بتاعي. عايز اجيبها من على الوول سنتر، يبقى من عند الوول سنتر كده اعمل كده، هيجيب لي من على الوول سنتر. وطبعا اللي هو احنا عارفين السيجمنت بتاعي ان انا بغيره، ان انا بعمل سيلكت ده وايه واديت واغير الحاجه اللي احنا اتكلمنا عليها. برضو في ناس بتقول لي اللاين ويتس مثلا ده على واحد، انا لما باجي اغيره كده اروح دايس على اللاين ويتس بس اخليه على 5 5، اقول له ابلاي، اقول له اوكي، ببص الاقي اللاين ويتس بتاعي بقى ايه؟ على ايه؟ الويتس نفسه بقى ايه؟ 5. جيت انا عملت سيلكت وقلت له ايديت واخدت التيك مارك لاين ويتس، التيك لاين مارك ويكس اللي هو السهم بتاعي اللي هو التيك مارك نفسه. انا عايز اخليه مثلا علشان يبقى في فرق بينه والتاني، هقول له خليه 1، اقول له ابلاي، اقول له اوكي، بص ايه اللي حصل، التيك مارك بتاعي راح رجع على الوان بتاعي. ده اللي هو كده اخدنا الرجل بتاعي. طبعا احنا بنرجع الحاجه زي ما كانت، هعمل سيلكت ده فاميلي واحد، وارجع تاني هنا اقول له لاين ويتس، اروح جاي هنا اهو واقول له خليه لي على ال1، والتشيك مارك لاين ويتس هخليه على 4، واقول له ايه؟ اوكي تمام. طيب بعد كده هناخد في الانوتيت اللي هو ال اسمه ايه دوت، اللي هو الدايميتر. الدايميتر طبعا اهو انا عندي وول زي دوت وعايز اعمل دايميتر، هروح دايس على دايميتر كده اهو، واروح بيقول لي هنا بالوول سنتر نفس الحكايه برضو، هعمل كده هيروح جايب لي الدايميتر بتاعي. عايز اعمل له على الوول فيس، جاب لي على الوول فيس تمام. واقدر اغير طبعا احرك الايه؟ الجريبس، يعني لو عملت سيلكت ده اعمل سكيب مرتين، اعمل سيلكت ده كده اهو وقرب قوي كده اهو، واروح محرك الجريبس علشان يجي لي هنا اهو بهذا الشكل زي ما اتعلمنا. كده احنا خلصنا في الانوتيت كده، خلصنا الريجل. الاركلينس. الاركلينس بقى الاركلينس ان انا بقيس طول القوس بتاعي. بقيس ايه؟ طول القوس بتاعي. يعني انا لو جيت كده قلت له وول، ومن الوول جيت عملت كده قلت له هناخد اللي هو دوت، وبعدين نعمل بهذا الشكل وكده اهو،
وبعد كده نروح جايين هنا اهو حابس كبرتين، حاجة اقول له ايه عايز اقيس طول القوس او الايه الكيرف ده بتاع الهول ده، حاجة عند الانوتيت، ومن الانوتيت حاجة اقول له ارك لينس. لما ادوس على ارك لينس نفس الحكاية برضو، مش هيظهر لك الاوبشن بار واحد اللي هو الول فيس. حامل ايه؟ طالما هو قال لك وول فيس هنا، يبقى انت لازم تعمل سيلكت للاليمنت الاول. هتعمل ايه؟ سيلكت للاليمنت الاول، يبقى انت هتدوس على سيلكت الاليمنت ده، وبعدين تاخد فيرست بوينت من هنا اهو. هناخد ايه؟ فيرست بوينت من هنا اهو، وبعدين تاخد ايه؟ سكند بوينت من هنا اهو. هتبص تلاقي ايه؟ الارك اتعمل معاك زي ما هو موجود. تمام؟ نيجي بعد كده كده احنا ايه انوتيت خلاص، يبقى كده احنا خلصنا الايه الارك لينس. تعالى بقى في السبوت اليفيشن. السبوت اليفيشن ده، وطالما انا قلت سبوت اليفيشن، سبوت اليفيشن اللي هو بيحدد لك المنسوب بتاع الاليفيشن نفسه، يعني بيجيب لك المنسوب كل ايه كل ليفل موجود. انا لو جيت جينا عند الاليفيشن هنا، هاجي عند الفرونت فيو، ومن الفرونت فيو هاجي كده اهو، وعايز اعمل الاليفيشن ده او الجزء ده. خليك بقى معايا، هدوس على سبوت اليفيشن، هيظهر لي ايه هنا؟ هيظهر لي ايه؟ هيظهر لي الاوبشن بار. تمام؟ في عندي ليدر وفي شولدر، تمام؟ الاثنين دول بعمل لهم ايه؟ ساين. وطبعا لما اقول له edit type هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي البارامتر بتاع التايب بتاع السيجمنت اللي انا هرسم بيه، زي بالظبط الدايمنشن، زي بالظبط ايه الدايمنشن. طب تعالى هنا حاجه ان هو اقول له الاول ايه، حاجه اقول له سبوت اليفيشن اهو، يبقى حاجه ان هو عند بوينت اهو في الحته دي. تمام؟ هو هنا بيقول لي ليدر، يبقى هيرسم لي ليدر. بيقول لي شولدر، هقول لك الشولدر ده بتاع ايه، هعمل كده اهو واروح دايس كده اهو، وبعدين اجي بهذا الشكل. تمام؟ يبقى هو اداني هنا ايه؟ اداني السبوت اليفيشن بتاعي المنسوب بتاع الايه؟ بتاع النقطة دي. لو انا كده كده هلاقي القيم عمالة تتغير، لو انا نزلت لتحت كده اهو هلاقي القيم عمالة تتغير، يبقى كل قيمة هنا بتتغير. لو جيت هنا اهو هلاقي كل قيمة ايه؟ عمالة تتغير. يبقى كده عرفنا السبوت اليفيشن. طيب حلو قوي. طب انا لما اجي اخد اعمل ايه؟ سيلكت. تمام؟ هنا بيقول لي ليدر، انا لو شلت الليدر، بص انا لما عملت سيلكت ده ظهر الايه؟ البروبرتيز بتاع الايه؟ بتاع التارجت بتاعي اللي هو دوت. تمام؟ الفاميلي دي اللي هو ده جايب لي هنا ليدر وهنا ليدر، يبقى طبعا بطبيعه الحال لما اشيل هنا هيتشال ايه؟ هنا اهو، يبقى هو شال الليدر كله. تمام؟ الشولدر هنا ايه؟ ان اكتف. الشولدر هنا ايه؟ ان اكتف. ليه؟ لان الليدر يحتوي على الشولدر على تو سيجمنت. الليدر يحتوي على ايه؟ على تو سيجمنت. بمعنى اخر ان انا لو شلت الشولدر دي خلاص، عمل ايه؟ خلوهولي سيجمنت واحد، خلوهولي ايه؟ سيجمنت واحد. جيت انا هنا ورحت قلت له انوتيت، ومن الانوتيت رحت قلت له سبوت اليفيشن، وجيت عملت كده اهو، بص عمل ايه؟ اتنين. تمام؟ طيب انا حاجة هنا اهو واروح شايل دي، هشيل ايه؟ الشولدر. وجيت عملت كده بوينت اهو، خلاص هو طالما انت عملت بوينت يبقى دي نهايه المطاف بتاعك. تمام؟ ما يقدرش يديك السيجمنت تاني. عملت شولدر هنا يبقى مش هيعدل، مش ايه؟ مش هيعدل. طيب عملت سيلكت ده وقلت له شولدر، عمل ايه؟ الله ينور عليك. تمام كده. يبقى انا لما بعمل اغير كده بتغير السيلكشن تبع البروبرتيز. بمعنى اخر ان انا لو اخدت ده كده وجيت قلت له سبوت اليفيشن، انا عامل سيلكت على حاجه؟ لا. يبقى انا لما اشيل الشولدر او اشيل الليدر، يبقى الحاجه اللي انا حاجه ارسمها
هي اللي هتتغير بناء على التغيير اللي عملته في الاوبشن بار. ونفس الحكايه ونفس الحكايه فين؟ هنا اهو تمام. الايه الليدر شولدر شولدر تمام. يبقى اذا لما انا هعمل سيلكت لاي اليمنت هيظهر الاوبشن بار، اقدر اغير فيه الحاجه بتاعتي تمام. جيت انا قلت له ليدر راح شال لي الايه ابلاي اهو، راح شال لي ايه الليدر. يبقى اذا كنترول زد نقدر نقول كنترول زد نقدر نقول ان انا لما اقول ليدر يبقى الليدر يحتوي على تو ايه تو سيجمنت. يبقى انا لما اشيل الليدر هيشيل الايه السيجمنت كله خالص، لما احط الداني رجع تاني. لكن لما اشيل الشولدر هيخليني سيجمنت بس ايه وان سيجمنت تمام بس كده. وده طبعا بطبيعه الحال انا اقدر انزله واطلعه زي ما انا عايز تمام. الايديت تايب جيت عملت ايديت تايب هنا، وطبعا زي ما اتعلمنا ده الليدر ار وهيد اللي احنا خدناه نفس الايه الحاله بتاعت الدايمنشن، يعني نفس الكلام بتاع الدايمنشن. هو انت مش عايز تخليه اراو، عايز تخليه تريانجل او عايز تخليه دوت، بتخليه دوت عادي. الليدر لاين ويتس اللي هو الويتس بتاعك عايز تخليه 4 اوكي. بتغير اللون بتاعك الكالر. السامبلز بقى اهو بص تعالى بقى هنا ناخد ده عشان ده فاميلي واحد، فالاتنين غيروا مع بعض. جيت قلت له ايديت، وبعدين جيت هنا اهو احنا كنا بنتكلم في في السامبلز ماشي. هو بيدينا ايه ام سبوت اليفيشن فيلت. قلت له لا انا عايز اخيرها اخليها ايه مثلا، خليها كروس ايه كروس هير. قول له ابلاي واقول له ايه اوكي، هيديك ايه الكروس هير بتاعك. وطبعا الحاجات دي كلها احنا شرحناها قبل كده، اللي هو الويتس الويتس فاكتور والاندرلاين والايتاليك والبولد، التكست سايز طبعا اللي هو السايز بتاع التكست بتاعك، الاوفست فروم ليدر اللي هو بعد النمبر عن الليدر نفسه من فوق، اليونت فورمات. اليونت فورمات في حاجه انا عايز اقولها مهمه جدا، ايه هي؟ اولا هقول له هنا اوكي تمام، وبعدين حاجه على البلان تاني. تعالى نيجي للبلان تاني، ادي جراوند فلور، وبعدين نيجي هنا اهو في الحته دي، وجيت عملت سيلكت ده. احنا شرحنا الحاجات دي المره اللي فاتت عشان نعمل كومبير ما بين الحاله دي والحاله بتاعت السبوت اليفيشن. وجيت اخدتها وقلت له ايديت تايب، ومن الايديت تايب جيت تحت هنا اهو تمام، وقلت له الالترنت يونت انا هخليه زي ما اتعلمنا، هخليه ابوف تحت، وهخلي ده بالليميتر تمام اوكي، وخليها من كده، واحط السوفكس البريفكس خلاص اهي محطوطين، وهقول له ابلاي واقول له ايه اوكي. حصل ايه؟ حصل ان هو حط لي السوفكس والبريفكس في كل الايه؟ في كل الفاميلي، صح ولا لا؟ في كل الفاميلي. نرجع تاني هنا للاليفيشن في الفرونت، وجيت هنا اهو ورحت جاي هنا اهو، اخدت ده سيلكت ورحت قلت له ايديت تمام. وجيت هنا اهو هلاقي نفس الخاصيه موجوده، انا عندي هنا الديفولت هقول له يوز بروجكت سيتنج اوكي، هخلي هنا اهو هقول له بيلو نفس الحكايه، السوفكس هقول له ار اس، وهنا هخليها ايه ام اس تمام. وبعد كده هقول له هنا بيقول لي ايه في الحاجات دي هناخدها دلوقتي، بس انا هقول له ايه اوكي. هبص الاقي عامل لي ايه، عامل لي الجزئيه دي في كل الفاميلي بتاعتي، يبقى نفس الخاصيه دي موجوده هناك. طيب حلو قوي، انا كنت قلت له ايديت. طبعا احنا خدنا التكست والحاجات دي وشرحناها قبل كده، تكست سايز عرفناه، تكست اوفيس فروم ليدر عرفناه، سكس فونت بتغير الفونت بتاعك عرفناه تمام.
الالتيرنت يونت فورمات عرفناه. التكست اوفست فروم سامبلز، تكست اوف طبعا تكست اورينتيشن ده هوريزونتال، انت عايز تخليه فيرتيكال بتخليه فيرتيكال عادي، بتغيره بتخليه فيرتيكال، هنقول له ابلاي، راح خلاه ايه، بص عمل ايه، اخد الايه، اخد الشولدر معاه، اخد الشولدر معاه ونزله ايه، نزله لتحت. تمام، عايز تخليه هوريزونتال، خليه اقول لك ايه هوريزونتال. تمام، طيب تكست لوكيشن ده بيقول لي ابوف ذا ليدر، يبقى انا ممكن انزله تحت، هعمل كده اهو، هيقول لي ايه بيلو ليدر، يعني معنى كده التكست لوكيشن بتاعي ده هيبقى ايه بيلو، بيلو بص اللي عمل راح نزل لتحت، يبقى ممكن انا اخليه ابوف وممكن اخليه ايه بيلو. طب اللاين، تعال نشوف اللاين ويز ليدر اهو، خليها ايه على نفس الخط بتاعك. تمام، طيب جيت هنا وقلت له ايه، هنخليه ابوف تاني، التكست اوفيس ابلاي الاول، تكست اوفيس اوفيس فروم سامبلز 6، انا عايز اخليه 10 واقول له ابلاي، راح اخليه ايه 10، بعد التكست على الايه على السامبلز، السامبلز اللي هو ده. تمام، هرجع تاني السامبلز علشان يبقى ايه كده، وارجع تاني اخليه ايه سبوت تارجت فيلد. تمام، اقول له ايه ابلاي، رجع تاني، يبقى الخاصية دي اللي هي text office from samples بعد text نفسه عن الايه عن السامبل بتاعي. elevation origin project base point من النقطة الايه البداية، elevation indicator as prefix وfix، يعني انت عايز في elevation indicator as prefix ولا في suffix، هتبين ده ولا هتبين ده. تمام، بوتان برضو نفس الحكاية، هنا هو بيقول لك elevation indicator as prefix suffix and suffix، يا اما انت في elevation عايز تبين prefix والsuffix ولا ولا ايه ولا suffix. تمام، يبقى كده احنا هنقول له apply، خلصنا الايه التايب بروبرتيز بتاعي. تمام، يبقى كده احنا خلصنا ايه، خلصنا السبوت بتاع الانوتيت. نرجع بقى بعد كده سبورت كوردينيت، سبورت كوردينيت اللي هي الكوردينيت بتاعتك النورث والايست في البلان. لما نرجع تاني للبلان، وجيت هنا عند البلان وقلت له جراوند فلور، وجيت هنا اهو ورحت جاي كده نفس الحكايه برضو، وبعدين جيت قلت له انوتيت، ومن الانوتيت رحت قلت له سبوت كوردينيت، برضه نفس حكايه الليدر والشوتر نفس الحكايه برضه، حاجه هنا اهو واروح اعمل كده اهو واعمل كده بهذا الشكل وده بهذا الشكل، ونفس الايه الخصائص برضه هي هي. تمام، وهنيجي نشوف الايه الحاجات اللي تحت اللي موجوده، وان كان انا كنت عايز بس اقول طبعا الشولدر والليدر اهو، يعني انا عملت كده اهو، انا هعمل سكيب مرتين، هعمل كده اهو واقول له ايه واشيل ايه، بيرجع لي الشولدر سيجمنت واحد. تمام، هاجي طبعا هنا بقى حط لي ايه نورث وايست، نورث وايه ويست، ده الكوردينيت بتاعك. جيت عملت ايديت، طبعا الحاجات دي كلها احنا شرحناها، السامبل شرحناه، التكست الويدز اليونت الفورمات البريفكس والسوفكس، تكست اوفيس فروم سامبلز ده اللي كمان شرحناه، الاوريزونتال والفيرتيكال والابوف، الليفيشن انديكيتور ال، يعني هيبين لك ايه كلمه ال، الكوردينيت اوريجين سيرفيس بوينت، يعني من الايه من نقطه الايه السيرفي بتاعتك، من نقطه الاحداثيات بتاعتك، بوت فاليو ايست وويست، ده ايه نورث ساوث ان و اي، انت ممكن تغيرها، ممكن ايه تغير، يعني في النورث والايست ده انت ممكن ايه تغير الانديكيتور بتاعك هنا اهو. تمام، يعني هنقول ايه النورث بتبقى مثلا، ممكن انا اعمل كاب لوكس كده اقول له واي،
وراح اقول له ايه اكس، تمام. وانا اقول له ابلاي، بص ايه اللي حصل، راح مغير لي الايه الاورجينيت بتاعي، ارجعها تاني، هقول له دي نورث ودي هرجعها تاني خليها ايه ايست، بس انكلود اليفيشن، ان انا لما احب احط الاليفيشن بتاعي هنا اهو، تمام. بس كده احنا ايه خلصنا السبوت بتاع الانوتيت السبوت كوردينيت. السلوب بقى، سبوت سلوب، سبوت سلوب ده اللي هو لما يكون هتعمل سقف مائل، طبعا احنا لسه ما خدناش الروف. سلوب سبوت سلوب اللي هو ان انا اعمل انوتيت للايه للمبنى بتاع السقف المائل، اجيب الايه الميل بتاعي. طيب تعال احنا الاول نشوف هنا، انا عندي هنا ايه فرونت فيو، الفرونت فيو هنا عندي في هنا ايه في ليفل ايه 4، فرضنا عايزين نحط هنا اهو ليفل 5، تمام. انا هشوف هنا الاول واعمل اسمه ايه ده دايمنشن او موديفاي، ماشي. وبعدين هقول فروم بوينت تو بوينت، يبقى 33 مثلا، يبقى انا هعمل اد ليفل، يبقى انا هقول الاركتكشر زي ما اتعلمنا جريد سوري ليفل، وبعدين حاجه انا اكتب هنا ايه ممكن اقول له كده اهو، واعمل في الاوفست بتاعي اقول له 33، تمام. وبعدين اجي هنا اهو واروح اعمل كده اهو، يبقى حط لي ليفل، ما هفترض ان هو ليفل ايه 11، حاجه عند الليفل 11 اهو. هناخد الروف ان شاء الله بالتفصيل بعد كده او بهذا الشكل. طبعا انا هنا عشان الاكسس بتاعي احنا هنرسم مؤقتا الروف بتاعي، هروح جاي عند الروف كده اهو واقول له روف باي فوت برنت برنت، واعمل كده اهو واروح راسم الايه الروف بتاعي، وبعدين هقول له ايه فينيش. حاجه اعمل 3 دي كده، هبص الاقي ايه جه هنا اهو. لما اجي عند الفرونت بتاعك بهذا الشكل واقول له فرونت فيو اهو، تمام. وبعدين هاجي هقول له ايه انوتيت، عايز اجيب الميل ده، عايز اجيب ايه الميل ده، تمام. فهقول له ايه سبوت سلوب، سبوت ايه سلوب، بيديني الاوبشن بار، الاوبشن بار بيقول لك ايه عايز ارا ولا تريانجل. هنا بقى ما ادالكش غير خيارين في الايه في السامبلز، ما ادالكش غير خيارين في السامبلز، يا ارا يا تريانجل، ما ادالكش دوت ولا اي حاجه تاني. هقول له ارا، وبعدين هعمل كده اهو، بص اهو كليك خلاص، تمام. انا عملت سكيب عشان هنعملها تاني عشان هوريك حاجه، انا عملت كده وسبوت ماشي، بيقول لي قرب حاجه هنا اهو، واروح جاي كده اهو اهو، عملت بيك. البيك الثانيه بقى عايز تخليها لفوق ولا لتحت؟ لا انا اخليها لفوق، وبعدين اعمل بيك تاني ايه بره اهو كده، كويس حلو قوي. انا عملت هو كونتينيوس معايا، هو لسه شغال اهو، عايز تحط واحد تاني اهو، تمام. لكن هقول له ايه اسكيب عشان اخرج من الامر، او اقول له موديفاي، تمام. حلو قوي، خدت ده وجيت قلت له ما تخلونيش ارا وخلوني تريانجل، هيخلوني تريانجل. تريانجل هنا بمعنى ايه؟ تريانجل هنا بيعمل فيرتيكال وهوريزونتال، ويحط لك القمه بتاعت الفيرتيكال ويحط لك القمه بتاعت الايه؟ بتاعت الهوريزونتال. انا البريفر اللي هو ايه؟ زي ما اتعلمنا الوول سنتر، عايزه من الوول سنتر يجيب لك الميل من الوول سنتر، ولا يجيبها لك بالوول فيس زي الوول بالظبط، تمام؟ طيب حلو قوي، تعالى بقى نشوف. طبعا هنا لو عملت سيلكت لده، تمام، وهقول له ايديت عشان اشوف البارامتر بتاعي، هلاقي الليدر قراه هنا قراه ايه فيلد ديجري، بس انا عندي هنا ايه تريانجل، يبقى انا ارجع تاني واقول له ايه قراه
وبعدين ارجع تاني ايه واقول له ايه edit type. من edit type بدل ما اخلي الرا طبعا نفس الحكايه برضو هقول له فيلد بوكس او نخليه دوت اللي انت عايزه. تمام. الليدر لاين ويتس عارفينه، الليدر ارا وهيد عارفينه، الكالر انت عايز تغير اللون بتاعك، غير اللون بتاعك زي ما انت عايز. تمام. سلوب دايركشن داون، يبقى اذا في ايه يا داون يا اب، لان عايز سلو دايركشن ايه اب. تعالى بقى هنا في سلوب دايركشن، سلوب دايركشن يقصد بيه ايه؟ هل يقصد بيه انه يحط لك الارام فوق الرسم او تحت، يعني فوق دي او تحت دي؟ لا، سلوب دايركشن يعني الخط بتاع الارو يا ترى نازل لتحت، نازل لتحت يا ترى ولا طالع لفوق؟ يا ترى الخط ده نازل لتحت ولا طالع لفوق؟ بمعنى ان انا لو قلت له اب، بص ايه اللي هيحصل؟ قلت له ابلاي، جه ايه؟ راح حطوا لك اتجاه ايه؟ الصاعد. حطوا لك فين؟ في الاتجاه الصاعد. لكن لو جيت قلت له داون، يبقى هو حطوا لك فين؟ في النت. يبقى حته سلوب دايركشن اللي هو داون النازل والايه والطالع. احنا قلنا الكلر، طب التكست طبعا نفس التكست اللي احنا خدناه. ليدر لينس، انا اقدر اطول في الليدر اللاين لينس بتاعي او اصغره. عايز اخليه 30 هعمله ايه؟ 30. هبص الاقيه طول معايا، بص اهو. تمام. عايز اخليه 15، اخليه 15. هغير طول اللينس بتاعي، لا اهو ماشي. طبعا التكست ده كل الحاجات دي احنا خدناها. تكست اوفيس فروم ريدر خلاص. اليونت السفكس والبريفكس خلاص. والالترنتيف يوسف بريسك يونت بريفكس او يونت سفكس. تعالى هنا بقى حاجه مهمه جدا بقى، اولا حاجه هنا اخليها 25، اخليها 25 ارجعها تاني الديفولت بتاعنا. انا عايز بقى ايه هنا بتجيلي ايه؟ خلي بالك بقى، انا لما جيت غيرتها في المانج، لما كده شرحنا في الاول خالص، وجيت قلت له بروجكت يونت. تمام. جينا هنا عند سلوب، قلنا سلوب هنخليه ايه؟ هنخليه ديسمال ديجري، صح ولا لا؟ قال لي انا ممكن ايه، ممكن اغيره، هخليه ايه برسنتج، برسنتج يعني في المية. خلاص. اليوني سابونز بتاعها هيظهر لي ايه؟ بالمية. يبقى انا هقول له اوكي واقول له اوكي. خلاص. هل اتغير هنا؟ ما اتغيرش هنا. ليه ما اتغيرش هنا؟ ليه ما اتغيرش هنا؟ لان هو هنا في المانج بيتكلم او بيشرح الديفولت بتاعك، الحاجة اللي انت هترسمها، الحاجة اللي انت هتعملها كرييت. ماشي. بمعنى ان انا لو جيت بعد كده اهو ورسمت، لازم اظبط في الايديت تايب بتاعي. الايديت تايب بتاعي هو الايديت تايب بتاع الفايل بتاعي اللي انا برسم عليه. هنا سلوب بيقول لي الجنرال بتاعك هيكون برسنتج. تمام. لكن انا لو خدت ده، خدت ده وقلت له ايديت، وجيت قلت له في اليونت فورمات هنا، انت عامله لي ايه؟ عامله لي رايز. خلي بالك في الـ في الـ في الـ في المانج لما دخلنا على اليونت كان عامله لي ريتشو، هنا عامله لي رايز. تمام. هقول له لا، خلوه لي برسنتج. تمام. وخلي اليونت بتاعي اللي هو في المية ده، هتحط ديسيمال 2% او الى اخره. ده مش هحط، هخليها زيرو زي اليونت بالظبط. وهقول له اوكي، وهقول له ابلاي، وهقول له اوكي. راح عامل لي ايه؟ حط لي الايه اللي هو اللي في المية. اذا كان برسنتج بقدر اغيره ريتشو زي ما انا عايز من خلال الايه الايديت تايب بتاعي. ان انا ممكن اجي هنا اهو عند اليونت فورمات واقول له بدل ما تخلوه لي برسنتج خلوه لي مثلا ريتشو على 12، واقول له اوكي ابلاي اوكي. هيخلوه لي ايه
ريتشو. كده احنا خلصنا الايه، السبوت اليفيشن والسبوت كوردينيت والسبوت سلوب. في حاجه كمان احنا هناخدها اللي هي ما كناش اخدناها طبعا. ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن التكست اللي هو ازاي ان انا بعمل تكست ليدر للفاميلي بتاعي، وازاي بكتب ليدر الفاميلي بتاعي، وازاي بعمل ريبليس او انوتيت تايب التكست بالليدر بتاعي لما اكون على البلان. يعني انا لما كنا كده على البلان ازاي ان انا اقدر اي element، اي فاميلي، ويندو، دور، وول، فلور، ان انا اقدر اجي واروح كاتب من هنا التكست واقدر اعمل له الراو واكتب النوتس ان ده مثلا ويندوز كذا في كذا، مواصفاته بهذا الشكل لما يكون على الرسمه. كده احنا خلصنا الدايمنشن بتاعنا كله. هنتكلم دلوقتي عن الخصائص بتاعت الوول. هنتكلم دلوقتي عن الخصائص بتاعت الوول. ان انا عندي في الوول لو جيت اهو، طبعا احنا اخدنا اللي هو مجموعة الدرو بتاعي، اخدنا اللاين. طبعا انا برسم الوول دراين، ده خدناه قبل كده، يا اما اعمله ريكتانجل، ده اللي هو ايه انسكريبت بوليجون لما احب اعمله بوليجون. حاجه اعمل وول بوليجون على طول بهذا الشكل، تمام. هو هنا بديك لاين من البوليجون، بديك لاين ايه من البوليجون، يا اما انسكريبت يا اما سيركم سكريبت، تمام. داخل الدايره وخارج الدايره. انا جيت هنا اهو ورحت عامل بهذا الشكل، ادوني ايه الدايره الخارجيه، خدت ده ورحت عامله كده اهو، خلي الدايره ايه داخليه، دي ما فيهاش اي ايه مشكله، تمام. هاخد ده واقول له ديليت، اقول له ديليت، نعمل سيلكت كده واقول له ديليت. نيجي تاني هنا عند الاركتكشر اقول له وول. طبعا دي اخدناها اللي هو السيركل ده اللي هو ستارت اند ريجيوس، يعني انا لما يكون عندي احب اعمل ارك واحنا عملناها قبل كده، هبتدي بالستارت وبعدين الاند وبعدين احط عفوا عشان انا ايه ما دوستش على حاجه عند الوول كده، وبعدين اقول له ستارت اند، هبتدي بالستارت وبعدين الاند وبعدين احط الريجز بتاعي اللي انا عايزه، تمام. وقلنا ان انا ممكن اقول له ستارت ريجز اند، الاوفيس ده احنا خدناه اتكلمنا قبل كده، والريجز هتحط الريجز برده زي ما اتعلمنا 15. وبعد كده هروح جاي هنا اهو واعمل كده اهو، هروح ايه اعملها لي 15 على طول، اعملها لك ايه زي سناب كده اهو، ماشي. اوتو سناب ده لو كان سنتر انت عايز ابتدي بالسنتر اهو، وبعدين الانت وبعدين الايه الستارت اللي انت عايزه. ده بقى تانجنت انت ارك. تانجنت انت ارك يعني ايه؟ يعني ان انا اعمل كيرف وابدا بيه بالتانجنت، وابدا بيه بالايه بالتانجنت، حاجه راح جاي لي ايه اهو، واحط الايه الكيرف اللي انا ايه عايزه اهو، تمام اهو تانجنت، ويفضل كونتينوس على طول لان انا عامل هنا ايه شين. عايز تحط ريدجس حط لي ريدجس اهو، ماشي اهو. بص بقى اداني كام، اداني 15 على طول، صح ولا لا؟ وبعدين جيت هنا اهو طول الارك اللينس بتاعك اللي انت عايز اهو، اداني 15 ولا لا؟ بس وبعدين تعمل كليك وتقول له ايه؟ كنسل. ده اللي هو فيلت ارك. ايه فيلت ارك ده؟ فيلت ارك ده الناس يعني هقول لك
في بعض الناس او الناس اللي كانت بعض الناس كانت بتشتغل في الاوتوكاد كان عندهم امر اسمه فيلت. امر اسمه ايه؟ فيلت. فيلت الفيلت ده ان انت بتعمل كيرف للكورنر بتاع الوول. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت هنا ورحت جاي كده وقلت له انا عايز اعمل وول كده كده كده، تمام؟ حلو قوي. طيب انا هنا عند الفيلت ارك، الفيلت ارك ده هدوس عليه، ماشي؟ هدوس ايه عليه؟ حاجه، خد اي بوينت عند كده اهو، خد النقطه الثانيه اهو كده، هتبص تلاقي عمل لك ايه الفيلت بتاعه. وتقدر تحط الريديوس، انت بتحط الريديوس مانيوال زي ما انت عايز، وممكن تكتب زي ما انت عايز، تمام؟ اهو يبقى انا عملت كده ايه فيلت. هقول له كنترول زد، ممكن اعملها بطريقه ثانيه ان انا ادوس على ده واحدد الريديوس بتاعي اهو، خليه 15، وهقول له من هنا لغايه هنا اهو هعملها لي ايه 15. بس طبعا علشان اللينس بتاعي طول الوول صغير، فانا لما اجي اطول له كده اهو، تمام؟ وبعد كده هروح تاني اقول له وول، ومن الوول حاجه هنا واقول له بيك، هقول له فيلت ارك حاجه هنا اهو، احدد الريدجز بتاعي واقول له فروم بوينت تو بوينت، راح اعمل لي الايه الريدجز بتاعي كده. يبقى احنا خلصنا الانجولار والريدجز والارك والليدز، واخدنا مجموعه الايه الوول كلها. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن الليدر تكست والليدر، وازاي ان انا بعمل ليدر للتكست، وازاي انا اشتغل في الفورمات بتاعتي وفي الفورمات التكست باذن الله المره الجايه.